يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أورد الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين حديثاً عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فجاء المحترف يشكو أخاه إلى النبي، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق بسببه. كيف نجمع بين هذا وبين الحديث الذي ذكر في الدرس، وهو أنه قال له: أخوك خير، أخوه خير منه؟ هذا يحمل على أن هذا القاعد لعلة ما يستطيع الكسب، وأن أخاه يقوم عليه، أما إذا كان من غير علة فلا شك أن طلبه للرزق أفضل من جلوسه للعبادة. نعم.